ضمن المشروع التنموي لجهة الدار البيضاء استات، أعطيت اليوم انطلاقة الأشغال لمشاريع تنموية بإقليم حدولة فرج بالجديدة. حسن زكي ومحمد شكير. الطريق الإقليمية رقم 3457 بإقليم حدولة فرج، الرابطة بين جامعة خميس مدوح وعدة جامعات أخرى، على طول حوالي 15 كيلومتر، تعرف حالة سيئة رغم أهميتها في فك العزلة عن مجموعة من المناطق الفلاحية بالإقليم. الطريق نعم يعني مثلا هي بحقيقة واحد السنوات هذه وهي غادية تقريبا راجعين ل 10 سنين وهي غادية بحد الحال، وملي كيكون القادوس كيطيح لها شوية ديال الماء كتعرق الأكثر، وملي ما يكونش القادوس كتكون الشتا ديك الباس كيشدوا الماء وكيتكرسوا الناس. يعني الطريق أخويا راه مهمة بزاف، راه مهمة، راه رابطة ما بين سيدي بنور لحد ولاد فرج، وهنا عندنا سوق أسبوعي دائما نهار لحد، ودابا الناس ولاو مكرفسين واحد العدد ديال السنوات هنا، والناس ولاو كيدوزوا الزاوية هذه يمكن يجيو لحد، طوال الطريق بزاف. هادي ديال الخميس هي ما كايناش طريق رابطه فلاحيه في لوزين، عندنا لوزين ديال السكر تاهو هنايا. أعطيت انطلاقة أشغال توسعة وتقوية هذه الطريق ضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة الأخرى والمندرجة ضمن المشروع التنموي لجهة الدار البيضاء سطات، والمواكب للبرنامج الوطني الهادف إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي. كنعتبروا باللي هذا تفعيل حقيقي للطموح المشترك اللي من خلاله المواطنين تيمكن له يجدد الثقه في المؤسسات ديالو، سواء تعلق الامر بالجماعات بالاقاليم بالجهه والقطاعات كذلك الحكوميه، اللي حنا مطالبين باش يعني الجهود ديالنا كلها نجمعوها. عدة مشاريع أخرى أعطيت انطلاقة أشغالها بهذه المناسبة بالإقليم في إطار فك العزلة عن العالم القروي، وتهم بالأساس المسالك الطرقية، الربط الكهربائي، التزود بالماء الصالح للشرب، التمدرس والصحة.